بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الذي لم يذكر له ترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. تبعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد ابن إياس ابن البكير وكان أبوه شاهد بدرا أخبره. فبيذكر هنا في هذه الرواية والشاهد أنه ذكر أن سعد بن خولة رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا، وبيتكلم كما بينا في المرة السابقة عمن شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنهم. لما افتتح الكلام بحارثة بن سراقة الأنصاري رضي الله عنه لما جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فيكن في الجنة أصبر واحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. الشاهد أن حارثة بن سراق الأنصاري رضي الله عنه أصيب يوم بدر، يبقى هذا بدري، وأصيب يوم بدر. أيضا بينا رواية عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في قصة هذه الرسالة، قصة هذه الرسالة التي أرسلها إلى قريش يخبرهم وينبئهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم. قلنا الكلام ده في فتح مكة، وبالتالي لما جاءوا بهذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ فذكر حاطب رضي الله عنه يعني الحامل له على ذلك الصنيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول إلا خيرا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فلدعني فلأضرب عنقه، قال ليس من أهل بدر. الشاهد أن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أيضا ممن شهد بدرا. أبو أسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يبقى أيضا هو ممن شهد بدرا. وذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله جملة من هؤلاء الصحابة ممن شهد بدرا. وكما بينا توقفنا عند هذه الرواية، هي رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، ودي لها قصة أساسا في بيان عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، هل يا ترى هتعتد بالأشهر
ولا لو كانت حبلة هتعتد عند ذلك بوضع ذلك الحمل. فقال يأمر أن يدخل على صبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسأل عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر ابن عبد الله ابن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن صبيعة بنت الحارث رضي الله عنه أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدر. وده الشاهد من الكلام، يبقى سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم كما مرت علينا الرواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أصيب بمرض شديد في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه يفارق الحياة، فبالتالي طلب هذا المطلب أن يوصي أن يتصدق بمالي ثم بشطر المال ثم قال بالثلث. قال الثلث الثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير انتظرهم على تكففون الناس. وعلى ذلك رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة أنه مات بمكة في حجة الوداع مات، وأن بينا أن من هاجر من مكة لا يأخذ موطنا بعد ذلك ولا يمكث أكثر من 3 ليال بعد ذلك، إن كان في عمرة أو حج يبقى لا يمكث بعد أداء لذلك النسك فوق 3 ليال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سعد بن خولة رضي الله عنه مات، قلنا طبعا ده بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني مش هو مكث بعد هذه الفترة، لكن ده مات في حجة الوداع يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن خولة رضي الله عنه ممن شهد بدرا، توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. بعد وفاته وضعت الحمل بعد 10 ليالي بعد 20 ليلة كما ورد يعني. فلما تعلت من نفاسها يبقى لما وضعت الحمل تجملت للخطاب، تجملت للخطاب. فدخل عليه أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح. يبقى طبعا هنا المرأة في فترة العدة يبقى لا تصيب زينة، يعني على ذلك الحداد، حداد المرأة على زوجها 14 10 ان توفي عنها الزوج، وبالتالي على ذلك بتترك كل انواع الزينة سواء كان يعني الزينة التي توضع في الوجه او الحلي او في الثياب، تترك الزينة ده الحداد اساسا. فلذلك قال لها ما لي اراك تجملت للخطاب، يعني تصيب مثلا أصابت طيب أصابت أي شيء من هذا الأمر، يبقى ده معناها معنى ذلك الكلام ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 10، يعني ده طبعا بمدلول الآية والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 10، يبقى دي عدة المرأة التي توفي عنها الزوج. ودي عدة المرأة توفي عنها الزوج حتى لو كان عقد عليها النكاح ولم يبني بها، يعني دي مش في حالة المدخول بها غير مسألة الطلاق، طلاق الرجل للمرأة إن لم يبني بها فليس لها عدة، وطلاق المرأة إن بنى بها يبقى لها عدة حسب حال هذه المرأة، إن كانت أيسة من المحيض يبقى 3 أشهر، إن كانت لم تحيض يبقى 3 أشهر، إن كانت ممن يحيض يبقى 3 حيضات، يبقى حسب طبعا حال هذه المرأة. لكن لو رجل عقد النكاح على امرأة ثم توفي يبقى على ذلك تمكث فترة العدة 14 10، مع أنه لم يبني بها لم يدخل بها، لكن هذه عدة يعني وفاة أو عدة الوفاة. لذلك قال ربنا سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، يبقى لم تبين الآية كان مدخول بها أو غير مدخول بها، فيبقى كله سواسية حتى لو يكون قد دخل بها يبقى لها في عدة الوفاة 14 10. قال يتربصن أنفسهن 14 10 14 10. فقال ما لي أراك تجملت الخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 10. قالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدأ لي. يبقى دي كانت مسألة يا ترى آخر الأجلين هيبقى المرأة تعتبر
بآخر الأجلين، أو يعني تكون عدة المرأة دي بآخر الأجلين ولا بأقرب الأجلين؟ فلأن الآية والذين توفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، والآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن الآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن دي وردت في الكلام عن عدة المرأة المطلقة، دي وردت في سورة الطلاق بتتكلم عن عدة المرأة المطلقة. فالبعض حمل الأمر ده أن هذا الكلام عن عدة المرأة التي طلقت، لو كانت حبلة يبقى بوضع الحمل عدة هذه المرأة تنتهي بذلك، ولكن الجمهور على أن عدة المرأة إن كانت لم تكن حبلة يبقى 14 وعشرة في عدة الوفاة، وإن كانت حبلة بوضع الحمل، سواء كانت المدة التي وضعت فيها الحمل أقل من 4 أشهر أو أزيد من ذلك. لكن البعض قال تعتد بآخر الأجلين، بآخر الأجلين يعني معنى الكلام لو وضعت قبل 4 أشهر لا لا العدة بـ 4 أشهر، ولو جات 4 أشهر وعشرة أيام وهي لم تضع الحمل يبقى نقول تنتظر حتى تضع الحمل، ده اللي هو تعتد بآخر الأجلين معناه. لكن في الحقيقة بتعتد بأدنى الأجلين، إن وضعت أولا يبقى تعتد بذلك، يعني تعتد بذلك الأمر، إلا لم تكن حبلة، إن كانت حبلة يبقى بالوضع الحمل، سواء بقى عدت المدة أم كانت أقل من المدة يبقى ده بوضع الحمل. ولو كان أساسا وضعت قبل 4 أشهر يبقى على ذلك خلاص انقضت العدة، إن جات 4 أشهر وعشرة ولسه لم تضع الحمل يبقى عند ذلك بوضع الحمل، يبقى الحبلة دي خرجت من هذا الأمر، يبقى لا تعتد بالأيام ولا الأشهر، هتعتد بوضع الحمل، لذلك يبقى لا تعتد بآخر الأجلين. أيضا يعني أقرب الأجلين يبقى دي لفظة خاطئة، لكن الأصل إن هي هتعتد بوضع الحمل، يبقى كأنها ده أمر مخصوص بالنسبة للمرأة الحبلة، يبقى عدة الوفاة يبقى حسب حال هذه المرأة، إما 14 و10 وإما أن يكون بوضع الحمل لو كانت حبلة، سواء المدة قلت عن 14 و10 أو زادت على ذلك. فهي وضعت بعد 10 ليالي أو 20 ليلة كما ورد في بعض الروايات، فلذلك هي تجملت للخطاب، يعني أصابت تصيب الطيب، يعني أصابت الطيب كده كأنها معناها تجملت للخطاب، أي خرجت من إحداد، يبقى خرجت من إحداد. إزاي تخرج المرأة من إحداد؟ لو أصابت طيبا، يعني لو أصابت طيبا يبقى كده في الحالة دي يبقى أصابت زينة، يبقى خرجت بذلك من الإحداد. قال فأفتني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فأيضا في رواية عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن ياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا، يبقى البكير شهد بدرا، ده المقصد طبعا من كلام أخبره، أي أخبره بنفس هذه القصة. الكلام ده حياتي عليها لما نيجي نتكلم على مسألة النكاح بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب شهود الملائكة بدرا، فذكر في رواية عن معاذ بن رفاعة عن رافع الزراقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. أيضا في رواية عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه قال بما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ثم ذكر أيضا رواية عن يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكان يحيى، وعن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد، فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، قال هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، بيتكلم عن شهود الملائكة لبدر. وهو معلوم كما مر علينا في بداية الكلام أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أمد الصحابة بالملائكة، أمد الصحابة بالملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف ملائكة مردفين،
يتتابعون أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملائكته إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يبقى الملائكة اشتركت في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأن الله تعالى أمدهم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين. ولذلك كما يقول معاذ بن رفاعة بن رافع الزراقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر اللي هو رفاعة بن رافع، كان من أهل بدر، وأبو رفاعة كان ممن شهد العقبة، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة أيضا من أفضل الملائكة. يبقى الملائكة الذين شهدوا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما قال معاذ بن رفاعة الرافع وكان رفاعة من أهل بدر، يبقى أبو معاذ رفاعة أبو معاذ، وكان رافع اللي هو والد رفاعة، رفاعة شهد بدرا ورافع شهد العقبة. قال فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يعني بيبين أن العقبة يبقى بيعة العقبة الثانية أفضل عنده من بدر. قلنا وده طبعا لما قال ذلك الكلام ليس يعني رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دايما إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنه أنه قال ذلك قبل أن يعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رفاعة بيكلمه بيقول له أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يبقى ده كلام صريح، يبقى لما قال ذلك رافع لأنه لم يصل إلى مسمعه هذا الخبر وهذا النبأ، فظن أن العقبة هي أفضل، لأن دي بداية نصرة الإسلام، لأن ده كانت البيعة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفع ونصرة ذلك الدين، فكانت دي البداية، يبقى العقبة البداية، يبقى بداية كل ما جاء بعد ذلك. فلذلك كان ظن أن العقبة أفضل من بدر حتى بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يبقى ده قبل ما يعرف الكلام ده. ولأن يعني لابد أن احنا نحسن الظن للصحابة، لا يمكن أبدا أن يعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أن بدر أفضل ثم يقول ذلك الكلام، لكن هو بيتكلم بغالب ظني على أساس أن دي كانت بداية نصرة هذا الدين. فقال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون على بدر فيكم؟ قالوا أفضل المسلمين. قال وكذلك نحن نعد أفضل ملائكة من شهد بدرا. يبقى لما قال ذلك الكلام يبقى بدر أفضل، يبقى من شهد بدرا أفضل ممن شهد العقبة. هنا الكلام ده عشان لما نيجي نتكلم عن العقيدة في الصحابة إزاي الترتيب بيجي، كيف يأتي الترتيب. بينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة أو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم فضل أحد على أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يبقى ده بترتيب الخلافة، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم ذكر الباب رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسي علي أداة الحرب، ويعني معلوم أن جبريل عليه السلام قام وقلب قرية يعني قوم لوط، يعني حملها على جناحه ثم جعل عليها سافلها كما هو معلوم. ولكن لماذا أمد الله عز وجل الصحابة أو أمد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا العدد من الملائكة، وكم ملك واحد كفيل أنه هو يقوم بهدم هؤلاء؟ لأن ده مدد، يعني هذا مدد. يبقى الأصل من الذي انتصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة انتصروا على كفار قريش وجاءت الملائكة كمدد، يعني لم هي تقود المعركة ولكن جاءت مدد للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هزموا كفار قريش في بدر، وكانت الملائكة عبارة عن مدد، مش هم أصحاب المعركة الأساسية، وبالتالي على ذلك دول جاءوا مدد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتركوا معه في الحرب.
وكان الأمر كفيل وبلا أساسا يعني مدد من الملائكة ربنا سبحانه وتعالى قادر على إهلاك هؤلاء، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن يعني حتى نعلم السنن الكونية. ثم ذكر قال باب ولم يذكر له ترجمة، ذكر أيضا العديد من هذه الروايات تحت هذا الباب. أولى الروايات رواية عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبة وكان بدريا، يعني أيضا يعني هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بتتكلم أيضا بمن من الصحابة كان بدريا، هنا بيحدد ليه البدري عشان يبقى ده أصحاب فضل أساسا، يعني يوضع يعني كما بينا في عقيدة العقيدة في الصحابة يبقى لها ترتيب، وبالتالي بنحتاج ان احنا يأتي النص على من كان بدريا. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه مات أبو زيد وهو ممن جمع القرآن، أبو زيد رضي الله عنه ولم يترك عقبة، يعني لم يترك أحد يرثه، فنحن ورثناه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وكان بدريا، وده الشاهد من الكلام. ثم ذكر رواية عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إلي أهل لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق لأخيه أمي وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال أنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من عن أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. الشاهد من كده يبقى قال وكان بدريا، يبقى قال بدريا، يبقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إلي أهله لحما من لحوم الأضاحي فأمسك قال ما أنا بأكل حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه أمي وكان بدريا، وده الشاهد قتادة بن النعمان يبقى كان بدريا وكان أخي لأمي، سألوا عن المسألة فقال أنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام، يعني ده كان في سنة واحدة فقط النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي بعد 3 أو يأكلوا منها، قلنا حتى يكون هناك مواساة لأن كان في قلة في الطعام. ثم كان العام التالي يعني أمره أو بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخر فلا يدخر، يعني أراد أن يدخر يبقى ده كان لعام واحد فقط لسنة واحدة، وبالتالي يبقى ده كان منتهى علم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه المسألة أنه على الأمر السابق يبقى لحوم الأضاحي يبقى حذر النبي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مساكها فوق 3، وبالتالي يبقى فوق 3 يبقى قلنا عشان يقوم بتوزيع وتقسيم هذه اللحوم على من يحتاج، يبقى قلنا لأن كان في قلة في الطعام وبالتالي حتى تكون المواساة. إن كان العام التالي فعلى ذلك رفع ذلك الحكم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيعمل بما يعلم ده منتهى علمه، يعني أنه هو نوي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد 3، فلما قدم له ذلك قال ما أنا بأكل حتى أسأل، يعني طب نقول هو علمه يبقى لما أهله قدموا له ذلك الطعام يبقى الصورة أن هم بيّنوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم بعد ذلك في إمساك وادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فانطلق لأخيه أمه وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال أنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. يبقى جاء الحكم الثاني في السنة التالية وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع ذلك أو أرخص لهم في أن يمسكوا ويدخروا لحوم الأضاحي فوق 3. والشاهد من كده أن قتادة بن نعمان رضي الله عنه كان بدريا. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير رضي الله عنه لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص هو مدجج لا يرى منه إلا عيناه ويكنى أبا ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنت في عيني فمات. قال هشام فأخبرته أن الزبير قال قد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت كان الجاد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها،
فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. الشاهد من هذا الكلام أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان بدريا، كان بدريا، وأيضا عبد الله بن الزبير لأنه حمله على فرس، حمله على فرس كما مرت علينا الرواية أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حمل عبد الله بن الزبير على فرس هو عنده 10 سنوات وأوكل به رجل، وأوكل به رجل. يبقى عبد الله بن الزبير كان بدريا، الزبير العوام كان بدريا. أيضا في رواية عن عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شاهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. يبقى عبادة بن الصامت وكان شاهد بدرا، قلنا التنصيص على من شاهد بدرا من الصحابة رضي الله عنه حتى نعلم منزلة هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال لعل الله طلع عليه بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة. يبقى اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. يبقى في بعض الروايات قلنا الشاهد يبقى الزبير بن العوام من شاهد بدرا، عبد الله بن الزبير من شاهد بدرا، أيضا عبد عبادة بن الصامت رضي الله عنه ممن شاهد بدرا أيضا. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ومولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قلنا الشاهد من كده أن أبا حذيفة وابن عتبة بن ربيعة، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة طبعا مات قتل في بدر، عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة، وكما ذكرنا أن علي رضي الله عنه خرج لها للمبارزة، وكذلك حمزة وأبو عبيدة بن الحارث خرجوا للمبارزة، وفي المقابل خرج شيبة وعتبة والوليد بن عتبة، وكلهم قتلوا طبعا، هؤلاء قتلوا في مبارزة. فقال أن عائشة رضي الله عنها تذكر أن أبا حذيفة وهو ابن عتبة بن ربيعة وكان ممن شهد بدرا، وده الشاهد من الكلام، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما، سالم مولى أبي حذيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن على 4 منهم سالم مولى أبي حذيفة. كان هو أساساً تبناه، ولما تبنى رجل يعني مثل مولود أو طفل يعني أو إنسان كان بيسمى باسمه، يبقى زيد بن حارثة كان زيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمى زيد بن محمد حتى نزلت الآيات التي تبطل التبني، فكان يسمى زيد بن حارثة نسبة إلى أمه. هنا كذلك سالم ابن أبي حذيفة، يبقى ده سالم ابن أبي حذيفة، يبقى في جهة التبني لما أبطل التبني قال سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. قال أن أبا حذيفة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما، تبنى سالم يبقى بينسبه إلى اسمه، يبقى سالم ابن أبي حذيفة، يبقى ده كان آدي المسمى قبل إبطال التبني، ولما نزل إبطال التبني يبقى سالم مولى أبي حذيفة، زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أبطل الله عز وجل التبني بقى زيد ابن حارثة، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبنى سالم وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وارث من ميراثه، يبقى يعني بيرث، يبقى كأنه ابن صلبي، حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. سهلة دي سهلة بنت سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو الكاتب
في صلح الحديبية من جهة الكفار كان وأسلم بعد ذلك. سهلة بنت سهيل كانت زوجة لأبي حذيفة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات بإبطال التبني، وأن سالم يعني وصل إلى سن الرجال، وترى في عيني أبي حذيفة شيئا أنه كان بيدخل عليها أساسا وهي في ملابس المهنة، فملابس المهنة يبقى مكشوفة الشعر أو الصدر أو غير ذلك، فرأت في عيني أبي حذيفة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بإرضاعه. ودي مسألة إرضاع الكبير، هي دي قصة إرضاع الكبير، إرضاعت قال أن ترضعه، يبقى هترضعه مش معنى كده ده هو كان كبير، لا يعني ليس معنى كلام هتلقمه الثدي، ولكن على ذلك تقوم بحلب ذلك لبن ثم يشربه، يعني الرضاع مش شرط، يعني في مسألة الرضاع أنه يلتقم ثدي المرأة حتى يكون الرضاع، ولكن هو يشرب من لبن المرأة. يبقى لو كانت امرأة قامت بحلب ذلك لبن من ثديها ثم تناول ذلك المولود 5 رضعات، يبقى على ذلك ده تبني خلاص، يبقى مش هو التبني لا يبد من التقام الثدي، لا، ولكن هو أن يشرب ذلك اللبن الذي هو لبن هذه المرأة، فلذلك يبقى ده أساسا خلاص، يبقى ده الرضاع، هو ده الرضاع. فقال أرضعيه، دي قصة رضاعة الكبير، صاحب القصة سالم مولى أبي حذيفة صاحب القصة، وسهلة بنت سهيل بن عمرو يبقى هي زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه، فقال أرضعيه. فهذه المسألة كانت بتأخذ بها عائشة رضي الله عنها، باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذن بذلك، كأنها يعني قصة عين، يعني واقعة فتوى لسهلة بس، يعني دي كأنها فتوى لسهلة بنت سهيل ولسالم مولى أبي حذيفة فقط، فعدوها بهذه الصورة، وبالتالي ليست حكم الأحكام. لكن عائشة رضي الله عنها إذا كانت أحبت أن يدخل عليها فلان أو فلان، يبقى على ذلك كانت تأمر بنات أختها أو بنات إخوانها أن يرضعن ذلك الرجل أو هذا الكبير، يعني فده رضاع الكبير، عائشة كانت بتعمل بذلك الأمر، باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تنعنا عن ذلك، تنعنا عن ذلك. يبقى في الحالة دي لما بنت أختها يبقى أصبحت دي خليتها من الرضاع، بنت أخيها يبقى عمته من الرضاع، يبقى ده وبالتالي الحرمة بتسير، يحرم الرضاع ما يحرم منها النسب، يبقى ده أبوه من الرضاع، ده خاله من الرضاع، ده عمه من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، يبقى زي النسب بالظبط، زي النسب، بس كل مسألة يبقى في يعني حرمة معينة، لكن لا تتعدى أن يكون فيها توارث أو غير ذلك. فدي قصة سهلة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أرى في عيني أبي حذيفة شيئا، يعني نقول نوع من أنواع الضيق والغضب، يعني الكلام ده لما نزلت الآيات تبطل التبني، حتى قال لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته، فذهب هذا الأمر عن أبي حذيفة رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشك كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. طبعا ربيع بنت معوذ بن عفراء أيضا أحد ممن شهد بدرا، احنا قصة طبعا يعني معوذ بن عفراء أو معاذ بن عفراء ومعوذ ابن عمرو بن جموح او معاذ ابن عمرو بن جموح، يبقى قام بقتل ابي جهل، قام بقتل ابي جهل كما هو يعني في الروايات السابقه كما ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو ايضا ممن شهد بدرا، وذكر ان معاذ ابن عمرو بن جموح ومعاذ ابن عفراء يبقى احدهما عن يمينه والاخر عن يساري، وكل منهم بيساله يعني يسال عن ابي جهل اين هو حتى يعني لا يفارق ظله حتى يقتله أو يموت دونه، وبالتالي قتل أبا جهل كما هو يعني في رواية. فدي ربيع بنت معوذ بن عفراء وكان ممن شهد بدرا، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشك مجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر،
حتى قال جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. طبعا لا يعلم ما في غد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فممكن دايما كده مسألة المدح والثناء ممكن الإنسان يعني بيخرج بها ويتعدى الحد، يتعدى الحد. لذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني هو الغلو في الصالحين، يعني دايما أول شرك وقع نتيجة الغلو في الصالحين، اسمها الغلو، يبقى هو يتعدى به الحد. لذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى المدح، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المدح، وإن كان مدحا لما حال فليقل، يعني أحسبه حسب الله ولا أزكى الله من أحد، ثم يقول ما فيه، يعني لا يتعدى. لكن ساعات بيبقى المدح والثناء يبقى كلام زائد كده، كلام زائد، يبقى حب كده يمدح فلان أو يثنى على فلان، فممكن يأتي بكلام يعني زائد يتعدى من خلال الحد، وده الغلو، يعني هذا هو الغلو. لذلك أول شرك وقع على الأرض الغلو في الصالحين. نقرأ كده: غلو في الصالحين. يبقى هذا عبد صالح، يبقى عبد صالح بعد كده يقول ده وضع ايده على كذا فشفاه، فعل كذا، كان هناك غائب، وهكذا. يبقى يبدأ يعني قصص كده، قصة وراء قصة وراء قصة، حتى يكون مجموع القصص زيت، يبقى ده كانها مسلمات عند الناس وكانها حقائق. يبقى واحد زاد كلمة تاني يزيد الأخرى والثالثة والرابعة حتى نجد انحراف، يعني انحراف. فهو ده الغلو في الصالحين. ذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فلذلك قال: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. من هو الكلام عن الآباء الذين قتلوا في بدر. قال أيضا في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا، أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح. يبقى الشاهد من كده أن أبا طلحة رضي الله عنه يبقى ممن شهد بدرا. قلنا بيعين هذا الكلام، قلنا عشان لأن في فضائل، يعني في فضائل الصحابة من يقدم في الفضل على من، يبقى بنحتاج أن احنا نقف على أسماء البدريين، أسماء البدريين، وهذا بدري، يبقى دايما يقول هذا بدري. صحيح نقرأ الكلام ده في الروايات فبتمر علينا كذا، لا هذا بدري، عشان احنا نعلم له ذلك الفضل، نعلم له ذلك الفضل. هذا بدري، يبقى هذا ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله طلع عليه بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى هذا ايضا من هذه الطائفة. فلذلك قال ان ابا طلحة رضي الله عنه كان من قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنه قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أن حتى لو كان من الكلاب التي رخص الشارع في إمساكها ككلب الصيد أو الحراسة أو الماشية، لكنه دخلت البيت أيضا، يبقى على ذلك يبقى الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب. ومعلوم هذا الجرو الذي كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول البيت حتى فتش النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ذلك الجرو. ما كان يعلم به، ما كانش يعلم، ولكن جبريل عليه السلام ما كان يدخل، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، وأن حتى أخرج ذلك الجرو. يبقى على ذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. المقصود بالصورة اللي هي الأشياء المجسمة، الأشياء المجسمة، قلنا زي الدباديب، زي أي شيء بقى على شكل حيوان، على شكل طير، على شكل إنسان، شيء مجسد. لذلك قال: يريد التماثيل التي فيها الأرواح. يبقى قال: أدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يقصد بها اللي هي تماثيل أو الأشياء المجسدة. ثم ذكر رواية عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر. الشاهد من كده
أن علي رضي الله عنه ممن شهد بدرا، بدأ أساسا يعني في الفضل بيتقدم بيزداد أيضا يعني فضائل هذا الإنسان، نقول فضائل أبي بكر الصديق، فضائل عمر الخطاب، فضائل علي، يبقى هو من كذا جهة، يبقى هو أساسا يبقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده فضل كبير. أيضا يعني في ترتيب الخلافة يأتي الرابع ممن أيضا وجبت له الجنة، ده بالإضافة أنه أيضا شهد بدرا. فلذلك قال في رواية عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، يعني من سامد القربة علي بن أبي طالب، يبقى أخذ كده كغازي يبقى له نصيب سهم، والسهم كان شارف عبارة عن بعير، وكذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، لأن الخمس بيقسم منها يبقى لذي القربة، ومن ذي القربة أساسا قلنا لأن ذي القربة على أساس أنهم لا يأخذون من الزكاة، فكان هذا عوض لهم، كان هذا عوض لهم، لأن الزكاة لا تحل لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أردت أن أبتلي بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيع من الصواغين فنستعين به في وليمة عرس، فبين أنا أجمع شريفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشريفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشريفي قد أجبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. يعني ده زي نقوله تحويشة العمر، يعني هو عايز يبتني بفاطمة فبيجمع الأموال ده عشان يعني مسألة العرس، فتخيل الإنسان كده يعني تحويشة العمر ذهبت كده، احترقت أو سرقت وغير ذلك. قال: لذلك فلا أملك عيني حين رأيت المنظر، حين رأيت المنظر يبقى بيبقى في حزن بيدخل الإنسان، يعني أي مصيبة يصابها الإنسان في حزن، الحزن دوت يعني غير الرضا، الرضا بقدر الله مش معناها السرور والفرح، لكن يرضى، لا يتسخط القدر، لا يتسخط القدر، لكن الواحد بيحزن يحزن، بيتألم للمصيبة يتألم مصيبة، مع رضا الإنسان عن قدر الله عز وجل، يعني رضا الإنسان، مش معنى الرضا معناها السرور والفرح، لكن الرضا إن هو لا يتسخط ذلك القدر، يبقى أصيب بابتلاء بنازلة، فقد مال، فقد ولد، فقد أهل، يبقى على ذلك يصبر ويحتسب. رضيت بالله ربا، يرضى بما قدر الله عز وجل عليه وقضى، يبقى ده الرضا، يبقى ليس هناك يعني شكوى ولا تسخط لقدر الله سبحانه وتعالى. قال: فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت تدمع عينيه لموت ولده إبراهيم، يعني موت ولد إبراهيم، ولكن مع ذلك لما قال البعض أن الشمس كسفت لموته على ذلك وقف وتصدى لذلك الأمر وصحح الأمر، قال: إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياتي، فضرتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى ده صيانة، صيانة التوحيد، يعني صيانة التوحيد وأيضا إحراز التوحيد والاهتمام أيضا بعقائد الناس، لو كان في أي شيء من هذا الأمر ممكن يبقى قادح في عقائد الناس يبقى نقوم بتصحيحه وتصويبه، كما بينا في الرواية السابقة لما قلنا: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: تقول هكذا وقولوا ما كنت تقولين، وقولي ما كنت تقولين. يبقى على ذلك مع ان ده مدح وثناء، في بعض المواطن كده جاي الانسان يخجل انه يرد هذا القول، لا ده عقائد، هذه عقيدة، يبقى لابد من الرد على كيان من كان، على كيان من كان، وان تصحيح العقيدة ده أمر يعني مطلوب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة ابن عبد المطلب، وفي هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائية: ألا يا حمزة للشرف النواة، فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك؟
قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي، فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي، وأتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت، وأتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر لوجهه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيل قرى فخرج وخرجنا معه. شاهد من هذا الكلام، ودي رواية مرت علينا قبل ذلك، شاهد أن علي رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا، لذلك قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر. يبقى ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن شهد بدرا. أيضا في رواية عن ابن معقل أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال أنه شهد بدرا، سهل بن حنيف أيضا شهد بدرا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما صلى عليه صلاة الجنازة كبر خمسا، يعني بيان، ولذلك يعني ليه زود التكبيرة الخامسة؟ قال أنه شهد بدرا، يبقى ليه أصحاب فضل. واستقر طبعا العمل في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يبقى وقف الإجماع على ذلك، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما صلى على سيد بن حنيف كبر عليه خمسا، كبر عليه خمسا، يبقى قالوا يكبر خمسا ستا، لكن استقر بقى العمل في صلاة الجنازة أنها على أربع تكبيرات كما هو معلوم، أربع تكبيرات، طبعا تم الإجماع على ذلك، لكن ده كان أيضا تكبيرة الجنازة ممكن تبقى خمسة ممكن تبقى ستة، فكبر تكبيرة خامسة، أكبر تكبيرة خامسة، يعني برضك الكلام ده لو إحنا إنسان أخطأ مثلا وكبر تكبيرة خامسة، يبقى على ذلك ليس هناك حرج، صلاة الجنازة صحيحة، صلاة الجنازة صحيحة، لكن استقر العمل أنها أربع تكبيرات، استقر العمل أربع تكبيرات، فتشاهد من كده أن سهل بن حنيف رضي الله عنه ممن شهد بدرا، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.